بعد إغلاق مطار عدن الدولي لما يزيد عن أسبوعين على خلفية التصعيد الأمني الذي شهده المطار بين قوات حماية المطار وقوات الحماية الرئاسية، تم الأحد استئناف الرحلات والعمل في مطار عدن بصورة طبيعية وسط مخاوف المسافرين من تكرار المشاكل الأمنية وإغلاق المطار مجددا. مطار عدن استئناف الرحلات به وسوف تعاد كافة الرحلات إلى كافة المحطات التي كان السابق عليه الذي كانت تصل إليها في السابق، وهي إلى عمان والقاهرة والخرطوم وبومبي والرياض وجدة ابتداء من هذا اليوم، ونطمن المواطنين بذلك بأن الأمور طبيعية جدا بإمكانهم الآن المعاوذة في السفر. الحمد لله المطار يعمل بشكل طبيعي وجيد ولا يوجد هناك أي معوقات. تتعاظم تعقيدات السفر ومعاناة المسافرين هنا في العاصمة صنعاء والعديد من محافظات الشمال بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل دول التحالف. مطار صنعاء الدولي المغلق من قبل دول التحالف منذ أغسطس 2016 يكاد يخلو من المسافرين والطائرات باستثناء طيران بعض المنظمات الدولية التي تنقل موظفيها والمساعدات الإنسانية في رحلات شبه يومية، ما يؤكد حسب مسؤولي المطار أن مطار صنعاء خال من أي تهديد أمني ويتمتع بجاهزية عالية، فيما لا تزال معاناة المسافرين مستمرة. توقف الرحلات سبب معاناة كبيرة وسبب وجود عالقين سواء في الداخل أو الخارج. يوجد في الخارج أكثر من 25,000 عالق حتى الآن، مرضى ومغتربين وطلاب وكبار السن. لا يستطيع المسافر اليمني السفر إلى عدن للأسباب التالية. أولا المسافة إلى عدن بعيدة جدا، أكثر من 15 ساعة. المسافة إلى مطار سيئون أكثر من 20 ساعة، بالإضافة إلى أن الطريق محفوف بالمخاطر. منعت وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى المواطنين، منع الطلاب والأمراض من السفر إلى الخارج أو الوصول من هنا من الخارج. شيء مؤسف للغاية أن تأخذ الحرب هذا المنحى. وحسب تصريحات مسؤولين فإن عشرات الآلاف من المواطنين لم يتمكنوا من السفر من وإلى اليمن مع تعدد دواعي السفر وأغلبها دواع مرضية. عبد الكريم الشيباني، الحرة.